السلام عليكم، غادي تسمحوا لي غادي نهضر معكم اليوم كأب وصديق بطبيعة الحال، لأنه بزاف ديال الناس كنشوفهم خاصة اللي عندهم الوليدات بداو كيعياو، وليداتهم كيعياو، وخاصة اللي عندهم ربما دار شوية صغيرة الله يحسن الحول للجميع، وبغى ولده يقرا، بغى يجتهد، بغى ينعس مزيان، بغى يدير التمارين، بغى يعاون في الدار، بغى بزاف ديال الحوايج. عافاكم، رخفوا شوية على الوليدات، ما نكثروش عليهم، راه حتى هما رهيفين، هما كيتأثروا أكثر منا، كيتأثروا بهذا الشيء لأنهم خلاو صحابهم، خلاو المدرسة، خلاو الخروج وكل شيء، وهما حاسين أنها راه ماشي عطلة، وكيتأثروا بينا حنا لأننا في الدار نفسيتنا خايبه، وربما كندابز مع مرتي ولا كندابز مع الخوت، ولا ديما في التليفون ما عجبنيش الحال، فكيتاثروا فيهم. نعتبروا ان هذه فرصتنا ونحولوا هذا الحجر ماشي النقمه ولكن النعمه، لانه هذه فرصتنا، لانه راه فقدنا بزاف ديال الحوايج، فقدنا الخصوصيات ديالنا مع العالم، ولا كله قريه صغيره، وهذا الانترنت، وما بقيناش. فينا هي الاحترام؟ فينا الخصوصيه ديالنا، النظافه، الصلاه، الاحترام ديال الانسان الكبير، التضامن؟ هاد الحويجات ما بقيناش كنشوفوهم. ماشي غريب الا جا ولدك ولا بنتك ولا ولدي ولا بنتي وهضروا معايا وقالوا لي لا راه حنا كنفكروا منين تكبر ربما غادي نحطوك في دار العجزه، لانه هادشي شافوه عند الغرب، وبالنسبه له الغرب هذاك الشيء كيديروا راه مزيان، راه معروف باللي الناس ما وصلولوش حتى تقدموا. بالعكس، احنا كنشوفوا في انه غير في اسبانيا اكثر من 5500 دار العجزه اللي كانوا بقاو فيها مساكن هذوك العجزه بوحدهم، هربوا حتى دوك الناس اللي مقابلينهم حيت خافوا من الوباء. ولكن احنا ما نقدروش نديروا هذا الشيء، لاننا حنا شكون اللي غيكون ارحم بالوالدين ديالنا منا؟ الله يطول عمرهم ويخليهم لينا. ونفس القضيه الا شافونا اولادنا كنديروا مع والدينا هكذا، كيخصهم يديروا معنا نفس القضيه. ماشي غريب انه الا شفت ان ولدي ولا بنتي ما بقاوش كيامنوا بمؤسسات الزواج، لانه كيقيلوا يشوفوا هذا الشيء في الافلام، واصبح الخيانه وهذا الشيء اصبح شيء عادي. بالعكس، كيقول لك شغنبقى انا علاش غنتزوج كاع وانا غنتبعني الطلاق وتبعوني مشاكل؟ هذه فرصتنا فين نعاودوا نصلحوا كاع هذا الشيء اللي فات، لاننا فرطنا معهم، تلهينا مع التفاهات ديال العالم كامل، والعالم كله تلها. ولكن جات هذه الفرصه، والحمد لله ان الله رحمنا، دخلنا باش نصلحوا ونقدوا ورقتنا قبل ما يستمر هذا العالم ونخليو لهم عالم احسن. شكرا انكم سمعتوا هذه الفضفاضه ديالي، ومره اخرى قبل ما نتواعد معكم كنقول لكم ما تنساوش عفاكم الكمامات، لانهم ماشي غير مفروضين ولكن كيحميونا من الوباء. وكي قال النبي صلى الله عليه وسلم عقلها وتوكل، دير السبه والكمان على الله. شكرا، تحياتي.